تقاسم المسؤولية الإعلامية هي فيها هي فعلا، ولكن هذه نشفى أعتقد من 82 والله مراها بعض التعديلات اللي مور 82 درناها يعني. علاه؟ لأنه أحيانا مسؤول النشر، مسؤول النشر ما يهتمش بما يكتب، أي صحفي يجيب مقال أنشر يجب أنشر، ومن بعد تأتي الصحفي هو يتحاسب وحده ويخلص الغرامة ويروح للسجن. ولو أنه الحمد لله القانون الجزائري ما فيهش يعني عقوبة يعني سلبة الحرية، ولكن حتى الغرامة حنا نقولوا ما يخلصش، ما يخلصش مليح وما كاش كذا، وتزيد يروح وحده يتحاسب. إذن نهار ولات المسؤولية بين الكاتب وبين مسؤول النشر، مسؤول النشر محتم عليه يقرأ المقال، محتم عليه يلعب الدور تاعو، وهذه هي الخلفية الأساسية لهذه المادة القانونية.